ولمزيد من النقاش وتحليل الموقف ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من اسطنبول السيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا سيد نظير. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أمام اعتراف العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والصهيونية بأن تل أبيب هي من قصفت مقرات الحشد في العراق الشهر الماضي، هل يعد هذا تحولا جديدا بين العلاقة بين تل أبيب وطهران؟ يعني الحقيقة لم يكن هناك إعلان رسمي من الكيان الصهيوني بأنه هو المسؤول عن هذه الضربات، ولكن كان هناك تسريب لمثل هكذا معلومات عن طريق الصحافة الصهيونية وتصريحات لكثير من المسؤولين تنم على أن إسرائيل هي من كانت وراء تلك الضربات، وواقع الأحداث يدلل على أن لا مصلحة لبلد ما بضرب هذه الميليشيات سوى إسرائيل، على اعتبار أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في صراع مع هذه الميليشيات بشكل مباشر خشية على قواعدها المتواجدة في العراق. ويدل على أن هذا الفترة التي يعني انقطعت فيها الضربات الإسرائيلية ضد تلك الميليشيات في سوريا، الآن بدأت هذه الضربات ولكن على الساحة العراقية، وهذا أمر وتحول جديد في يعني الموازنة العسكرية، وبدأ العراق شيئا فشيئا يكون هو ساحة الصراع، والثمن هو يعني من أبناء الشعب العراقي وعلى أرضه. نعم، لكن هل تعتقد بأن ما قالته إحدى الصحف الصهيونية عن لقاءات سرية جمعت ممثلين عن الكيان الصهيوني وشخصيات في الحكومة العراقية قد يطوق هذه الأزمة إن جاز التعبير؟ ولماذا هذه اللقاءات؟ يعني أنا أقول يعني وجود النظام الإيراني بحد ذاته هو كان أحد أهدافه هو محاولة التطبيع ما بين الكيان الصهيوني وما بين الدول العربية، وهذا قد نجح في كثير من الدول التي لا نريد أن نذكر أسماءها. بقي الدور الآن على العراق، فمثل هذه اللقاءات التي الآن توصف بالسرية لا تلبث أن بعد فترة قريبة ربما ستصبح علنية كحالة حال باقي الدول العربية، وهذا المرجو من هذا الأمر. الآن العراق يضطر إلى عقد يعني مباحثات سرية مع إسرائيل لتحاشي ضرباتها الموجهة إلى هذه الميليشيات، وبالنتيجة يعني من أدخل العراق في هذا المأزق واضطرار للتباحث مع كيان مغتصب لأرض عربية هو التطورات التي صارت بعد دخول النفوذ الإيراني للعراق. هذا هو الذي يعني أحد يعني طرق التخادم ما بين إيران والنظام الإيراني وما بين الكيان الصهيوني، محاولة لتطبيع الدول العربية ومن ضمنها العراق إلى المشاريع الإسرائيلية وإلى المخططات الأمريكية للمنطقة. نعم، إضافة إلى ذلك ما قالته ميليشيا حزب الله بالعراق من أن تفكير واشنطن وعبد المهدي بهيكلة الحشد هو ضرب من الخيال، كيف ينعكس هذا على الدولة العراقية؟ وهل من المعقول أن تتحكم ميليشيات بحكومة وببلاد واسعة وكبيرة بهذا الحد؟ طبعا هذه التصريحات الصادرة عن حزب الله العراقي هي ليست جديدة ولم تنفرد بها، فنحن قبل أيام سمعنا من رئيس هيئة الحشد اللي هو صالح الفياض وقال أن قرار عبد المهدي بدمج الحشد في الجيش العراقي هو لا يعني تذويب الحشد، إنما ستبقى له قيادته المستقلة وأجندته العسكرية والعقائدية المختلفة، بمعنى أن عملية دمج هذه الميليشيات في الحشد ما هي إلا امتصاص للغضبة الأمريكية أو للغضبة المتواجدة في عند العراقيين. والحقيقة يدلل على أن الميليشيات هي التي لها الكلمة الأولى والأخيرة، بدليل أيضا ما استشهد به من كلام صالح الفياض، قال أن هذه الحكومة ويقصد بها حكومة عبد المهدي نحن من وضعناها ونحن نستطيع إقالتها، يعني هذا يدلل على أنه هو من يتحكم بالحكومة العراقية وليس العكس، وبالتالي نحن نعيش الآن في دولة ميليشيات وليس دولة
مدنية تحكم وفق القانون. كيف يؤثر ذلك على مستقبل العراق، ولا سيما أن هذه الميليشيات مع الأسف هي ليست جزء من الجيش العراقي والشرطة العراقية، وإنما هي ميليشيات تخدم المصالح الإيرانية في العراق؟ نعم أخي، نحن نعيش يعني حاليا ليست يعني حكم دولة وطنية تمثل يعني رأي غالبية الشعب العراقي، إنما هو حكومة تم يعني مرتهنة بقرار الميليشيات، وهذه الميليشيات أيضا مرتهنة بالقرار الإيراني، بحيث أن اليوم نشر في إحدى وسائل الإعلام الإيرانية كلام لصحيفة مقربة من وزارة الخارجية الإيرانية تقول بأن الضربات الإسرائيلية على ميليشيات الحشد في العراق لن تمر من دون رد، وهذا يدل على أن النظام الإيراني يتصرف مع هذه الميليشيات ومع الساحة العراقية وكأنها جزء من الدولة الإيرانية، وبالتالي هي من ترد وهي من تلقي على نفسها يعني الرد على هذه الضربات. فهي بمعنى أن العراق حكومة وأرضا وشعبا هو جزء من إيران، هذا الخطاب الذي يتعامل معه النظام الإيراني حاليا. نعم، أشكرك جزيلا السيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول.